مرة في فيديو جديد النهاردة عن العلاقات، والنهاردة هنتكلم عن او هجاوب على سؤال بتسأله كتير جدا 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 من بنات، بنات اكتر في الجامعة وبنات لسه صغيرين، يعني بعتولي كتير قوي يسألوني عن الراجل المغرور، الراجل اللي شايف نفسه، الراجل التنك يعني بالمصري بيقولوا عليها، او بالسوري بقى واللهجات التانية يقولك اللي شايف حاله، واخد في نفسه مقلب، مش عارفة اسمها لكم، بحاول ان انا اجيب كل الاسماء اللي ممكن نوصفها بيه في كل اللهجات. بصوا، منتشر جدا طبعا في مجتمعنا اللي هو الراجل اللي بيبقى او الشاب اللي شايف نفسه عالي قوي، شايف نفسه ملوس، ده شايف نفسه ان اي بنت في الدنيا تتمنى ان هي ترتبط بيه. هل الرجل التنك او الرجل المغرور او الرجل اللي شايف حاله جذاب؟ نعم، هو جذاب جدا جدا جدا، يعني بيعرف يجذب البنت. ليه؟ لان هي بتحس ان هو، يعني عارفين انتوا الممنوع مرغوب، هي بتحس ان هو الله حلو قوي، ان هو مش شايف البنات اللي حواليه حلو قوي، ان هو شايف نفسه كده، فهتحس ان هو التارجت، البنات كلها عايزة ان الولد الصعب او الراجل الصعب الشاب الصعب ساب كل البنات اللي بيجروا وراه وفجأة اختارها هي. طب ازاي نتعامل مع الرجل المغرور والرجل التنك والرجل اللي شايف حلو؟ فاكرين الفيلم بتاع سعاد حسني لما كانت حسين فهمي هو الشاب او المخرج اللي كل البنات بتجري وراه اللي شايف نفسه مش عارفه ايه، وكل بقى الناس كانوا عاملين سيشن كده، كل واحده بتكتب له، كل بنت بتكتب له سؤال في محاضره. سعاد حسني حبت ان هي تلفت انتباهه، لو تفتكروا هي عملت ايه، بعتت له ورقه صغيره مكتوب عليها كلمه واحده بس، من انت. ساعتها هو يعني السؤال شده وبقى عايز يعرف مين صاحبه السؤال ده او مين اللي بعتت له السؤال دوت. هو ده اللي انا عايزاكم تعملوه يا بنات ويا يعني يا حلوين. ازاي بقى هقول لكم دلوقتي حل ازاي تقدروا تشدوا الراجل المغرور. قالت ايه لما بعتت له؟ قالت له من انت، يعني خلته محتار، شغلت له باله، شغلت له مخه، خلى عنده، عملت نوع من انواع الغموض. الناس تانية كانت بيسالوا اسئله عاديه جدا زيهم زي اي حد تاني، فبالتالي ما اثرش فيه، ما عملش اي افكت. فعلشان كده يا بنات يا حلوين يا امامير، اول حاجه لازم تعرفوها ان انتوا تتعاملوا ازاي مع الرجل المغرور، ان انتوا ما تدوهوش اهميه خالص، بالعكس حسستوه ان هو شخص عادي جدا، بل يكاد يكون اقل من العادي، لان انت كل ما بتديله اهميته اكتر كل ما بيسوق فيها اكتر، كل ما بيعيش الدور اكتر، كل ما بيشوف حاله اكتر. فبالتالي مغرور مع نفسك يا حبيبي، مع نفسك وعلى نفسك، اوكي؟ فمهم قوي 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 ان انتوا ما تدوهوش الفرصه ان هو يشوف نفسه اكتر عليكم، ان هو يبقى يعني شايف حاله مش عارفه يعني. لا بالعكس، هو شخص عادي جدا، حتى لو انت هتموتي عليه وان انت خلاص مش قادره تستحملي من كتر ما هي از اتراكتيف تو يو، يبقى لازم تحسسيه ان هو شخص عادي جدا، ما تجريش وراه، ما تنجذبيش اليه، ما تحسسوش، ما تديهوش اي امبريشن ان انت معجبه بيه، ماشي؟ لان ساعتها هيقول ايه ده، انا كل البنات بتجري ورايا، ايه ده انا لا اقاوم، ايه ده انا ما فيش بنت تقدر تقاوم سحري وجمالي ويعني تنكتي وات ايفر. ليه دي كويشن مارك؟ فلما يحط كويشن مارك يبقى هيبدا يشغل مخه ويبدا يفكر فيكي. طب هي ليه مش معجبه بيا؟ طب ليه انا مش عاجبها؟ طب ايه اللي مش عاجبها فيا؟ طب هي ترى هي في شايفه شاب تاني او شايفه راجل تاني افضل مني في حاجه؟ طب هو افضل مني في ايه؟ طب ليه انا مش يعني، هيفضل يشغل مخه، هيفضل يسال نفسه، وبالتالي دي حاجه لمصلحتك انت. فانت ما تديهوش وتعيرهوش اي اهتمام. تاني حاجه، لما يجي هو يهتم بيكي ما تنبهريش بقى وفجاه تتكبي على وشك تبقى مش مصدقه نفسك، الحقوني ده عبرني وسال عليا، عادي جدا زيه زي اي حد يعني بيسال عليكي بيهتم بيكي، ايه المشكله؟ عادي يعني ما فيش اي مشكله، فاهمين؟ يعني حاجه طبيعيه جدا، الناس كلها بتسال عليا. فما تنبهريش بيه، ما تنبهريش لما يجي يسال ويقرب منك ان انت مش مصدقه نفسك، ممكن يجرى لك حاجه من كتر الصدمه ان هو بيسال عليك وعارفك. يا سلام، يعني انا عندي واحده صاحبتي هبله قبل كده، انا بسميها هبله، هي اسمها عليا، هي عارفه نفسها، دي كانت معايا في الجامعه، ففي شاب يعني راح قال لها ان هو معجب بيها، قالت له ايه ده، او بيقولها علا يعني عليا، قالت له ايه ده انت تعرف اسمي، انت بجد تعرف اسمي، مش متخيله ايه ده، ازاي كان الشاب ده يعني من اكتر الشباب اتراكشن اتراكتيف. فهي بتحكي لي بتقول انا رحت بغباء، هي نفسها اخدت بالها ان هي غبيه، قلت لي رحت قلت له ايه ده انت تعرف اسمي ازاي، هو انت تعرفني بجد، ده انا مش ده انا كده يعني خلاص عديت، ده انت عارف اسمي، فبلاش تغلطوا الغلطه دي يا بنات. طيب حاجه مهمه برضو قوي قوي قوي، خليكي غامضه، خليكي غير متوقعه، يعني ما يبقاش فهمك، ما يبقاش عارف انت بتفكري ازاي، ما يبقاش حاسس ان هو لو عمل معاكي كذا انت هتردي بكذا، لو عمل معاكي كذا انت هتعملي كذا،
حاولي تكوني غامضه، تتعاملي معاه بغموض، تتعاملي معاه يعني يقعد يفكر في تصرفاتك، لان هو مش فاهم تصرفاتك، مش قادر يفهمك، مش قادر يعرف انت عايزه ايه، ولا انت بتفكري في ايه، ولا عارف يتوقعك. حلو قوي، انا دايما بتكلم على حته خليكي غير متوقعه، خليكي غامضه. ليه برج العقرب بعتبره من اكثر الابراج جاذبيه؟ عشان برج العقرب، سوري، عشان برج العقرب غامض وغير متوقع. فحاجه مهمه جدا، الغموض بيزيد اتراكشن، بيزيد جاذبيه، بيزيد روح. اما الحاجه كده لما تبقى سهله وبسيطه، ويعني زي عارفين كده، زي مثلا حاجه انت نفسك تجيبها، حاجه جبتها بسهوله وما حسيتش بايه، ما حسيتش ان انت تعبت عشان تجيبها، عادي جدا، ملهاش اي قيمه بالنسبه لك. اما حاجه بقى ان انت بذلت مجهود وقعدت تحوش من مصروفك وتكلم ناس تساعدك عشان تقدر تجيبها وتشتريها وتوصلها، قد ايه الحاجه دي هتبقى غاليه عليك. ده اللي انا عايزاكي تعمليه، تحس ان هو بيبذل مجهود اصلا عشان يتعامل معاك، مع ان انت مثلا يمكن يكون هو اشهر منك في الجامعه، او اشهر منك في الشغل، او اشهر منك في اي حته، بس هو هي سبيند ايفورتس، بيعمل ايفورتس عشان يحس ان هو يعني بدا يعجب بيك. على فكره انا يمكن الحته دي في بنات الجامعه اكتر، عشان كل البنات اللي بعتولي هم بنات جامعه اكتر. طيب ايه بقى كمان؟ خليكي مميزه في حاجه، يعني خليكي شوفي انت شاطره في ايه وتبهري بالحته دي. يعني مثلا انت واحده شاطره مثلا في البرزنتيشن، شاطره في، يعني دايما خلي عندك هوايه او عندك حاجه كويسه انت عارفه ان انت كويسه فيها قوي، تبقي تبرزنت تعرضيها قدامك. مثلا انت شاطره في الرسم، شاطره في البرزنتيشن، مثلا هتعملي برزنتيشن قدامه، فعارفه يعني علي قوي، يعني هايلايتي كده نقاط قوتك قدامه، ما تحاوليش تبيني نقاط ضعفك. يعني انت عارفه ان انت ضعيفه في حاجه، مش قدامه بقى تيجي تبينيها اكتر، يبقى هو شايف، ما تخليهوش يشوف نقاط ضعفك، خليه يشوف نقاط قوتك فقط لا غير. طيب ايه كمان مهم جدا جدا لطريقه التعامل مع الراجل المغرور؟ على فكره عايز اقول لكم سر خطير والله العظيم، ده سر مني انا كراشه. اي رجل مغرور في الدنيا لو دخلت جواه تلاقوه جواه شخص طيب جدا، شخص بسيط جدا، شخص يعني مفاجاه، يعني مش عاده، يعني 80% من الرجاله اللي انتوا بتحسوا انهم مغرورين يمكن لما تتعرفوا عليهم تدخلوا جواهم هتلاقوهم ناس عاديه جدا، بسيطه جدا، حنينه جدا، بس المهم ان انتوا ازاي تعرفوا تابروتش ذم، تدخلوا جوه قلوبهم يعني. طيب الحاجه برضو المهمه قوي قوي اللي انا عايزه اقولها في موضوع الرجل المغرور او الرجل التنك، اي راجل تنك بيحس ان هو كمان عايز يعني ايه، يعني عايز الناس بقى تقعد تسقف له بقى وتمدح له، تمدحه وتقول له كلام حلو، يعني زي برج الاسد كده بيحب المدح قوي، يعني بيحب حد يقعد يمدحه يديله برستيجو. فانت برضو ما تتجاوزيش، او ما يعني ممكن تمدحي مره او مرتين، بس ما تبقيش اوفر، يعني ما تبقيش بتدي مدح بطريقه مش اوفر جدا، او ان انت تكوني بتاكستراكتي كده، مش عارفه اقولها ازاي، اكستراكتي كده، بلاش الطريقه دي، يعني بلاش تكوني اوفر، بلاش يعني بزياده، يعني حاجه لما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. طيب الراجل تنك برضو بيحب الشخص، يعني لما يكون واحد مشهور كده او شخص تنك وشايف حاله، بيبقى عايز حد كمان يبقى شايف حاله، فانت برضو عيشي نفس الدور، يعني هو بنفس الطريقه تعامله معاكي تعاملي معاه، يعني تنك عليكي تنك عليه عادي، يعني دايما خليكي ند للند، يعني ما تبقيش سهله، ما تبقيش سهله، ما تبقيش سهله، دي هي ثلاث مرات بقولها لكم، ما تبقيش سهله. الحاجه الثانيه خليكي شخص مبتسم على طول، دايما الابتسامه بتزيد رونق كده وجمال وجاذبيه، خليكي شخص مرح، خليكي شخص مش نكدي، خليكي شخص ناجح، اشتغلي على الحاجات اللي انت نفسك فيها وتحققيها. دايما الشخص الناجح بيبقى شخص اتراكتيف، شخص جذاب، شخص محبوب، الناس كلها بتتمنى ان هي تقرب منه. فيعني اشتغلي دايما على طموحاتك، اشتغلي دايما على احلامك، يعني خليكي شاطره في الكليه، تبقى الناس المميزه ان انت في الكليه، في شغلك مثلا خليكي شخص شاطر جدا في الشغل، بيعرف يوصل لاهدافه في الشغل، بالناس كلها تتمنى ان هو يعرفه ويساعد ان انت تساعديهم. فدايما خليه، اشتغلي على نفسك، دايما لما تشتغلي على نفسك تحسي ان انت واثقه في نفسك، ثقتك دي هتتنقل للي حواليك، يعني خليكي واثقه في نفسك، خليكي واثقه في قدراتك، خليكي واثقه في موهبتك. الحاجه الثانيه برده اللي بحس انها مهمه قوي قوي برده، ان انت ما تحاوليش تتملقي بقى وتقربي من صحابه عشان تصاحبيهم، العكس، خليكي طبيعيه، ما تقربيش. بحس ان انا مثلا في حد عاجبني هو التانيك وشايف نفسه، اروح انا صاحب صحابه عشان اقرب منه. الطريق في بنت قالت لي الكلمه دي، ده انا صاحبت كل اصحابه علشان بناته واولاد عشان خاطر ان انا اقرب منه وابقى في الجروب بتاعهم في الجامعه. اوعي تعملي كده، يعني مش حلوه ابدا ان انت تعملي كده خالص، يعني بالعكس عادي جدا، خليهم هم اللي يتمنوا يجولك، خليكي انت مكانك والناس كلها بتلف حواليكي، خليكي انت الهرم الاساس اللي الناس كلها عايزه توصل له. يعني عرفي قيمه نفسك، حسي بقيمه نفسك،
كلمي مع نفسك قولي انا شخص مثلا ابن ناس، شخص محترم، شخص متدين، شخص عارف ربنا، اي حد في الدنيا يتمنى ان هو يعرفني. حسي واعرفي مميزاتك واكتبيها واكتبيها، ودايما ادي لنفسك باور، ادي لنفسك انرجي، ادي لنفسك طاقه ايجابيه ان انت شخص يستحق ان الناس كلها تتمنى ان هي تعرفه، يبقوا فخورين وسعداء ان هم يعرفوا. لما تعملي كده فعلا هيحصل كده. لما انت تكوني مقتنعه ان انت حاجه كويسه تبقي حاجه كويسه، لما انت تقتنعي ان انت ملكه تبقي ملكه، لما انت تقتنعي ان انت معلش شخص فاشل هتبقي شخص فاشل. اللي انت بتحسي بيه هو اللي هيحصل، ده قانون طاقه او ده علم الطاقه. انت اللي بتفكري فيه هو انت، اللي بتحسي بيه هو انت، اللي بتتخيليه هو انت. تخيل الصح. والرجل يا جماعه التنك ده بسيط جدا وسهل جدا، بس خليكم ماشيين على نصايح، اعمل لكم جزء تاني ان شاء الله باذن الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتعملوا شير لصحباتكم في الجامعه او صحباتكم في الشغل لسه متخرجين، اللي عايزين يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الراجل التنك اللي عجبهم جدا جدا والكراش بتاعهم، مش عارفه انتوا بتسموه ايه يعني. اعرفي قيمه نفسك، حبي نفسك عشان الناس الثانيه تحبك. يا ريت تعملوا لي فولو على الانستجرام بتاعي وعلى الفيسبوك. وكمان question of the day، ايه اكتر حاجه بتشدك في الراجل التنك او الراجل المغرور؟ يعني ايه اكتر حاجه بتحسي انها بتشدك يعني، وبتعرفي تتعاملي مع الراجل المغرور ولا لا؟ اشوفكم في فيديو تاني، وقولوا لي انتوا بتتفرجوا عليا منين، ما تنسوش تعملوا لايك يا جماعه وتشتركوا في القناه بليز. وكمان تدخلوا على الانستجرام بتاعي، سايبه لكم اللينك بتاعه على في صندوق الوصف. وبليز كمان هسيب لكم فيه بلاي ليست اسمها علاقات، ادخلوا هتلاقوا فيه مواضيع كتير جدا تخص كل البنات والرجاله في كل ما يخص العلاقات، وهسيب لكم علامه اي او علامه تعجب فيها مواضيع ليها علاقه بالموضوع. قولوا لي انتوا بتتفرجوا عليا منين بليز.